الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، سائل يسأل: هل يجب على المرأة أن تفك ضفائر شعرها إذا اغتسلت من حيض أو جنابة أو نفاس؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أو جنابة أن تفض أو أن تحل ضفائر شعرها، لأنه قد ورد الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ يعني أنقضه، يعني أفكه أحله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، إلى آخر الحديث. ولو كان يجب عليها أن تنقض ضفائرها لألزمها النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس للمرأة أن تفض أو تنقض ضفائر شعرها. إذا فعلت هذا فهذا شيء على سبيل الاستحباب، أما إذا لم تنقض ضفائر شعرها فإن غسلها صحيح ولا يجب عليها نقضه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.